لساعات طوال ينتظرون من قبل شروق الشمس حتى مغيبها، يجلسون أملا في اصطياد زبون، فهم عتالون ولدى وزارة العمل الإيرانية مدرجون في سجل العاطلين. تجدهم في ميادين العاصمة وساحاتها بحثا عن لقمة عيش. حميد واحد منهم يشكو دخله المتراجع بفعل وباء لم يعد يخيفه. الوضع سيء، لا يزيد دخلي عن 100 دولار شهريا، ولدي 3 أطفال وزوجتي. قد لا يختلف حال حميد عن حال مختار كثيرا، الذي يعمل في مطعم منذ 15 عاما، ورغم أن لديه تأمينا ومستحقات شهرية فإنها لم تعد تسد متطلباته وسط سخونة الأسعار. مع أن صاحب العمل هذا متعاون معنا، لكن ظروف الحياة المادية باتت معقدة. كلام يعكس واقع ما جاءت به تصريحات رسمية لوزارة العمل الإيرانية، فهي تشير إلى وجود 10 ملايين إيراني يعملون بأجور منخفضة، و4.5 مليون يعملون بلا رخص ولا تأمين، وكل هؤلاء يضافون إلى 2.5 مليون عاطل عن العمل. أرقام مقارنة بالعام الماضي تشير إلى تراجع نسبي في معدلات البطالة، ولكن ببطء شديد. أزمة كورونا ضربت العديد من المهن والأعمال، وزاد من ذلك العقوبات، فخصص البرلمان ميزانية لدعم المتضررين، ولدينا خطط مستقبلية لتقليص البطالة، ومن بينهم خريجي الجامعات تحديدا. تؤكد إحصاءات أن نحو 40% من العاطلين عن العمل هم حاملو شهادات جامعية. يشخص البعض الخلل بضعف التنسيق بين نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل لتخصصات بعينها. أرقام زادت من رغبة الشباب في البحث عن أعمال حرة وإن كانت متعثرة. تتصدر حديث الشباب هنا البطالة ومحدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار كل شيء، ومنها أبسط ضروريات الحياة كما يقولون. تعد حكومة رئيسي بحلحلة الأزمة، لكنها بعد 100 يوم لم تحدث اختراقا في أزمة هي الأولى بلا منازع في سلم اهتمامات الإيرانيين. ياسر مسعود، العربي، طهران.